يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. في الجزء الثاني من هذه الحلقة، ولأننا يوم الخميس فبيبقى عندنا دائما الحصاد ثم مسابقتنا الثقافية السياحية الفنية. ضيوفنا النهاردة في الفقرتين الكباتن الكبار، طبعا الكابتن هيثم شعبان وهو المدير الفني الأسبق لنادي سيراميكا كليوباترا، وأيضا الكابتن ياسر رضوان نجم مصر والنادي الأهلي الأسبق. في البداية وكالعادة باقة من آخر الأخبار والمستجدات، بنبدأ بسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports. السؤال بيقول: من رجل مباراة الأهلي والزمالك؟ ده طبعا حسب اختياركم، مش داخل فيما حدث في المباراة، وفي المباراة اختاروا حسين الشحات، انتوا اختاروا كيفما تشاءوا. بداية نبدأ باستعراض الأهداف الخمسة التي سجلت في لقاء القمة اليوم. حلوة حلوة طويلة وعميقة وعالية، قلت لحضراتكم في خطورة كبيرة جدا جدا، لأن هنا مفيش خطورات عميقة، وده اهي وهوب وحب. يا نهار أبيض يا نهار أبيض عليك يا شحات يا شحات الغرام. حلوة 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 حلوة، بوش رجله في المقص في الضيقة، ما يقدرش إطلاقا صبحي يعمل لها أي حاجة، لسه بنقول يا هادي، وابتسامة موناليزا، ابتسامة موناليزا المارسيل كولر فيها كل الخبز السويسري مع الجبنة طبعا، لكن حلوة 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 حلوة. حسين الشحات لعيب كبير، ادي جمهور الاهلي، العب يا اهلي العب يا اهلي. حسين الشحات ماشي ماشي ماشي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا نهار ابيض عليك، ده انت مش شحات، ده انت مليونير يا راجل. شحات مين ده؟ احنا اللي شحاتين. حلوة 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 حلوة، يا نهار ابيض عليك، تستاهل يا ابني عقدك دهب، تستاهل عقدك دهب، اقعد وحط رجل على رجل وتفاوض، يا عيني عليك يا لعيب. حسين الشحات يقتل المباراة حتى هذه اللحظة في الدقيقة 35، الهدف الثاني للنادي الاهلي، والاتنين في المقص، مقص هنا ومقص هنا. يا نهار ابيض، حلو. عايز ايه يا كولر؟ انت بتعمل ايه يا كولر؟ بتكتب ايه يا سوريو؟ اللي ذاكر ذاكر يا ابني، لكن حلو. ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، جميله جمال بمنتهى القوه، اتاخر عبد الغني واتاخر حاتم سكر وحطها في المقص، روعه 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 روعه. اتنين لا شيء، يؤكد النادي الاهلي ما طلتهمش يا ابني، خلاص جون وانتهينا، لكن يؤكد النادي الاهلي صدرته للقاء القمه حتى اللحظه. في الدقيقه 36 مره تانية حسين الشحات، وبتحل مشاكل كتيره جدا. ميرسي تاو، ماشي تاو ماشي تاو ماشي تاو، خطه صغيره، خطير خطيره معلول، وهوب يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. حرام عليكم حرام عليكم والله، مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول، عملت بند ودخلت في صبحي اسوريو، عملت بند ودخلت في اسوريو، دخلت في اسوريو، دي دخلت في صبحي يا ابني. يا نهار ابيض، مش ممكن مش معقول. الكل تجرع على المرمى، الكل تجرع على المرمى، حطها حلوه قوي 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 قوي، ظبطها تحت رجله، جميله 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 جميله، وحطها وهو بيشوط، عملت بند في الارض ودخل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بص معلول ظبطها ورباطها، ايفها وليفها، هي بدله يا ابني. حلوه 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 حلوه، بص البند، هو البند ده، هو البند ده اللي محمد صبحي ما عملش حسابه. يا نهار ابيض يا ليل، مش هقول حاجه مش هقول حاجه مش هقول حاجه. ثلاثه لا شيء، في الدقيقه 46 يحط علي معلول، روعه روعه. ونزل ايضا احمد كوكا، ده التغيير اللي حصل. زيزو وكهربا زي ما انا قلت، ايضا هذا هو المتوقع، ادى اداء طيب كهربا الحقيقه. محمد شريف ربما يحدث الفارق بسرعاته بين الخطوط،
زيزو الشناوي، زيزو الشناوي اتدربنا كتير يا حبيبي في المنتخب، هتحطها في نفس الحته ولا هتغير؟ تفكير تفكير تفكير. زيزو ايه يا ابني رايح فين؟ رايح فين يا حبيبي؟ لازم ياخد انذار في الحته دي بقى، لازم يا بنا ياخد انذار في الحته دي. طيب ماشي، ضرب الجزاء زيزو، قال له اتفضل زيزو، والحجله بتاعته وهي وهوبو يا عيني يا عيني عليك يا لعيب، حلوه 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 زيزو، هدف روعه 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 من ضرب الجزاء محتسبه صحيحه 100%. اذا الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 67 نتيجه ان الاهلي ارتكن الى 3 اهداف. عايز ايه يا كوكا؟ في ايه يا عبد المنعم؟ جرى ايه يا هاني؟ بيقول لهم في ايه؟ يعني حاجات ما يصحش تتعمل ابدا 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 ابدا. لكن زيزو حاجه لحجلته وحط في حتته وبانت مهجته، يا عيني عليك يا زيزو، روعه 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 يا زيزو، روعه يا ابني روعه. اغلى لعيب على فكره في مصر هو زيزو وفقا لموقع ترانسفير. انطلاقه من كريستو، محمد شريف يفتح هنا خالص عند المتالق ده طاهر، والمتالق على يمينه محمد هاني، ماشي طاهر حطها لهاني، هاني 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 حطها حلوه جدا، خطير 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 خطير، هوب يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا شريف، هو ده راس حربة النادي الاهلي محمد شريف الحريف. حلوه حلوه حلوه، يا ليله يا ليله يا ليله بني، ايه اللي جابني؟ مش عايز حد يزعل مني ابدا. 4-1 نتيجه تقيله جدا جدا جدا، خد لك بقين ميه يا سوري. لكن محمد شريف هو شريف، راس الحربه في المكان والزمان، جات له من لمسه واحده حطها في اخر الدنيا. بص خلي بالك التمريره وروعتها، بص التمريره وروعتها، وهوبا يا عيني يا عيني عليك يا شريف يا حريف، حلوه قوي من ديانج، واجمل اجمل من شريف. والهدف الرابع في الدقيقة 94 لمحمد شريف ليعمق من آلام وجروح كروية، لكن كرة القدم فيها كل شيء، فيها كل شيء. كانت هذه هي الأهداف. بما أنه الهدف الأخير كان لمحمد شريف لازم نديله حق. محمد شريف للمرة الثانية على التوالي يسجل في نادي الزمالك ذهابا وإيابا، ده أمر ما هوش بسيط، لأن احنا بنتكلم على فريق عظيم بحجم نادي الزمالك. 4 مباريات متتالية يصبح محمد شريف هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي في لقاءات القمة مع آخرين برصيد 7 أهداف. بنفس الوضع كان محمد أبو تريكة وسيد عطية توتو، دول اللي احرزوا 7 أهداف في لقاءات الأهلي والزمالك. لكن شريف مازال أمامه مباريات يتخطى بسهولة أرقام أبو تريكة وتوتو. طه في 6 مباريات في الدوري أمام الزمالك وبيسجل الهدف رقم 40 في الدوري مع النادي الأهلي. ومحمد شريف أيضا هو هداف النادي الأهلي هذا الموسم برصيد 10 أهداف. إذا محمد شريف هو هداف النادي الأهلي ويستحق الحقيقة هذا اللقب. هدفه النهاردة هدف رائع. الأهداف اللي قدام حضراتكم هي اللي أنا اتكلمت عليها، كلها أهداف مميزة وأهداف فيها ذكاء وجرأة رأس الحربة. ربما هذا الموسم لم يأخذ الفرصة كاملة أيضا لتألق كهربا عشان نديله حقه أيضا، ولكن محمد شريف من وجهة نظري هو رأس الحربة للنادي الأهلي. كهربا لعيب رائع ربما يفيد أكثر على الأطراف، طول عمر كهربا بيلعب سواء في الزمالك أو لما راح السعودية ناحية الشمال وبيكسر الدنيا، حتى مع المنتخب الوطني عندما تم اختياره كان بيلعب أيضا ناحية الشمال، لكن ارتأى كولر وقطع وجهة نظره تفوق وجهة نظرنا بمراحل أنه يستطيع الاعتماد عليه كرأس حربة في ظل استبعاد
شادي حسين من رأس الحربة. إذن لم يتبقى لديه إلا كهربا طبعا ومحمد شريف. شادي حسين خلاص انتقل إلى نادي زد، وأعتقد أنه هو هيتألق مع نادي زد لأنه كان متألق بشدة الحقيقة قبل كده طبعا مع نادي سيراميكا كليوباترا. طيب أرقام أخرى سريعة، نادي الأهلي بيحقق الفوز على الزمالك بهذه النتيجة، وهذه النتيجة تتكرر للمرة الثانية في تاريخ ديربي الدوري. المرة الأولى كان فوز الدور الأول لموسم 60-61، وطبعا كان سجل للأهلي كابتننا الكبير طه اسماعيل هدفين، والكابتن ميمي الشربيني وشريف الجندي لكل منهما ايضا هدف. اذا الاهلي بيحقق الفوز على الزمالك بنتيجه 4-1، وهي نتيجه تتكرر للمره الثانيه في تاريخ ديربي الدوري. ايضا النادي الاهلي يحقق الفوز بالدورين الاول والثاني على الزمالك في الدوري للمره السابعه، يعني هذه السابع مره الاهلي يفوز على الزمالك ذهابا وايابا. اول مره كانت 50-51، وبعدين 61-62، وبعدين 98-99، وبعدين 2004-2005، وبعدين 2007-2008، وبعدين 2016 و2017، ثم هذه المره 2022-2023. اذا للثقافه الرياضيه الاهلي بيحقق الفوز بالدورين الاول والثاني على الزمالك للمره السابعة. أيضا علي معلول تاني هدافي الأجانب بالأهلي في القمة برصيد 4 أهداف، وأصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة المتصدر كبير الهدافين الأنجولي أمادو فلافيو. هذه أرقام انفردت بها مباراة اليوم ليحقق الحقيقة النادي الأهلي إنجاز كبير جدا بالفوز الكبير والعريض وتحقيق مجموعة من الأرقام القوية الجديدة. إذن الأهلي يعتلي قمة الدوري، وخلاص حسم البطولة من الأسبوع اللي فات بعد هزيمة بيراميدز من سيراميكا، ولكن وفقا لكولر في المؤتمر الصحفي قال شاغلي الآن هو أن أنهي المسابقة دون هزيمة. النهاردة المباراة رقم 30 مباراة لم يتلقى فيها النادي الأهلي أي هزيمة، يتبقى له 4 مباريات. كولر النهاردة قال همي الأول أن أنهي دون أي خسارة ليحقق هذا الأمر للمرة الثامنة في تاريخ النادي الأهلي بأكمله. طبعا النهاردة الأهلي برصيد 78 نقطة بعيدا تماما عن أقرب منافسيه بيراميدز اللي عنده 67 نقطة، ولسه كمان للأهلي مبارتين ما لعبهمش، بيراميدز لعب 32 الأهلي لعب 30 نقطة فقط لا غير. أما فيوتشر والزمالك والصراع على المركز الثالث، أصبح فيوتشر على بعد نقطة واحدة من المركز الثالث، يتبقى للزمالك مباراة ولفيوتشر مباراة، الزمالك مع فاركو، فإذا الزمالك فاز يتأكد، فيوتشر مع البنك الأهلي، إذا حدث شيء آخر غير اللي أنا بقوله ربما يذهب فيوتشر إلى المركز التالت. بكرة إن شاء الله، إحنا النهاردة بين الجمعة بقى أهو، ولا النهاردة لا، هي مباراة اليوم الجمعة خلاص، الساعة 7 أو 8:30 على طول، 8:30 بمشيئة الرحمن، 4 مباريات الأربعة إن شاء الله الجمعة خلاص حسم كل الأمور. أسوان أمام الداخلية خلاص حياة أو موت، حرس الحدود أمام غزل المحلة شرحه، البنك الأهلي أمام فيوتشر تحصيل حاصل، وبيراميدز أمام طلاع الجيش أيضا تحصيل حاصل. واحد يقول لي ما هو طلاع الجيش لسه في اللعبة، أقول له لأ، لأنه في حالة حتى لو تعادلوا 36 نقطة بيتعمل جدول أنا شرحته قبل كده،
هيكون طلائع الجيش في المركز الأول فيما يتعلق لو تساوى أكثر من فريقين في عدد النقاط. وشرح البنك الأهلي، إذن الصراع غزل المحلة وأسوان والداخلية. داخلية بعيد شوية لأن هو الوحيد اللي عنده 32 نقطة، أما الآخرين ما بين 33 وما بين 36. هذا هو الأمر. حوار آخر ولكن بعد الفاصل. أجريت اليوم قرعة كأس العالم، تصفيات كأس العالم، المشاركة طبعا فيها منتخبنا الوطني، الساعة 6 بعد ظهر اليوم الخميس في مدينة أبيجان في كوت ديفوار. بعض اللقطات من هذه القرعة اللي حضرها موتسيبي طبعا رئيس الاتحاد الإفريقي وإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. قرعة بشكل كبير شايفها رائعة جدا للمنتخب الوطني، لكن خلينا نقفل 10 مباريات، إذا كنت الأعلى في مجموعتك تروح عدل على كأس العالم، ثم المنتخب العاشر هناخد أفضل أربع منتخبات في المركز الثاني ويتباروا عالميا عشان ناخد واحد فيهم مع بطل آسيا أو رابع آسيا عشان يبقى في فريق يروح لكأس العالم. المجموعات، المجموعة الأولى أول كورة كانت مصر، سبحان الله، ونحن في المجموعة الأولى، احنا طبعا تصنيف أول والقرعة جابت الكرة الأولى مصر. مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي. مجموعة لطيفة جدا. المجموعة الثانية السنغال، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب افريقيا. ايضا مجموعة لطيفة جدا للسنغال. المجموعة الثالثة معقدة شوي. طبعا نيجيريا، جنوب افريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو. اعتقد هيبقى الصراع بين نيجيريا وجنوب افريقيا على المركز الاول. المجموعة الرابعة حلوة جدا للكاميرون. الكاميرون، الرأس الأخضر، أنجولا، ليبيا، سواتيني وموريشيوس. لطيفة جدا للكاميرون. مجموعة الخامسة المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، إريتريا. طبعا المغرب قوية جدا، النيجر، إريتريا. المغرب قوية جدا لكن هتضايقها شوية زامبيا، مش مع المغرب لكن مع الفرق الأخرى. مجموعة السادسة كوت ديفوار، الجابون، كينيا، جامبيا، بروندي، سيشل. مجموعة لوز بالنسبة لكوت ديفوار. المجموعة السابعة الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال. برغم من قوة الجزائر لكن هناك أوغندا برغم أنها تصنيف ثالث لكنها من الفرق المزعجة. مجموعة الثامنة تونس، غينيا الاستوائية، ناميبيا، ملاوي، ليبيريا، ساو تومي. مجموعة زبدة بالنسبة لتونس. مجموعة التاسعة والأخيرة مالي، غانا، مدغشقر، افريقيا الوسطى، جزر القمر وتشاد. طبعا مالي وغانا معقدة للغاية. بالنسبة لمجموعتنا عشان برضو من باب الثقافة الرياضية تعرفوا قوة الفرق اللي معانا ايه من خلال الرانكينج بتاعها، ترتيبها في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. بالنسبة لينا احنا الخامس قاريا افريقيا يعني، والاربعة وتلاتين عالميا. بوركينا فاسو تعتبر الفرقة الوحيدة اللي يعني لها قوة في مجموعتنا، لكن هي العاشر افريقيا احنا الخامس، هي الخمسة وخمسين عالميا احنا الاربعة وتلاتين. غينيا بيساو بعيدة 25 قاريا، 111 عالميا. سيراليون ابعد باذن الله. الصراع، مش هقول الصراع لانه مصر مفترض ان هي معدية خالص،
لكن الى حد ما بوركينا فاسو ورانا، بس ورانا بمسافه. ده يعني ايه؟ يعني بوركينا هتقدر تتغلب على الفرق اللي بعديها اللي هي غينيا بيساو وسيراليون واثيوبيا وجيبوتي. ده معناه ان انت لا تفقد اي نقاط مع دول، لا تفقد اي نقاط مع المنتخبات اللي انا قلتها دي. ثم يبقى بينك وبين بوركينا بمشيئة الرحمن نحسب. انا بقول بنسبة 99.9% منتخب مصر بمشيئة الرحمن في كأس العالم. نروح بقى لآراء حضراتكم فيما يتعلق ذاكرة التاريخ في الأول. طب ما انت فكرني برضه. طيب ذاكرة التاريخ، النجم اللي هتكلم عليه مش محتاج ان انا اتكلم عليه، مش محتاج، لانه في وقت من الاوقات كان عميد العالم، كان عميد العالم، وانا في اتحاد الكورة كانت الشهادة بتاعت الفيفا حطيتها معلقة فوق راسي على الحيطة فوق راسي مباشرة قبل ان احمد حسن ياخد هذا اللقب. انتوا اكيد عرفتوه، واحد من اعظم مهاجمي مصر على الاطلاق كابتن طبعا حسام حسن، جايبين له جون وهو في الزمالك حطه في الاهلي، وجون وهو في الاهلي حطه في الزمالك، وجون وصلنا لكاس العالم 90 امام الجزائر. ياسر ريان، أرضية حسام حسن، وحسام حلوة، جوه جول، جوه جول، الله الله الله، إيه يا ابني ده؟ إيه ده يا ابني ده؟ إيه ده يا ابني ده؟ الجول الثاني للنادي الأهلي من قذيفة مدوية، حسام من زاوية ميتة جدا، يحط قذيفة مدوية. ده النتائج لما أقول لكم، ما تيجي فرصة أقول لكم عليها، والكرة عرضية، يا حسام، يا حسام، يا حسام، يا حسام، له سحره وبريقه داخل مربع العمليات. حكاية كروية وقصة كروية، حسام حسن يا سلام بيطير بالوضع، جميل جدا جدا، قنبلة قنبلة، حسام حسن، حسام حسن براسه يحط الزمالك في المقدمة. يا كرة لسه كرة في الملعب وكرة عالية. كان نجم كبير بكل المقاييس. نروح بقى لآراء حضراتكم، من كان رجل مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك؟ يلا. أحمد علي مثلا، كولر، تمام. مروان مكي، يا مساء الأنوار عليك يا جنرال التعليق العربي، من وجهة نظر إن حسين الشحات قدم مباراة رائعة ويستحق رجل المباراة، وبحبك يا كابتن مدحت. حبيبي يا مروان. محمد نصر، مساء الجمال على عيونك يا كابتن مدحت، رجل المباراة المليونير حسين الشحات بلا منازع، وامتعتنا بالتعليق النهارده والله، ودينا واحدة ثلاثة ثلاثة بس يا حبيبي، علمني الرأس، ومسيلي على الباشمهندس عبد الرؤوف. إيهاب محمد، حسين الشحات. محمد وليد، من وجهة نظري يا كابتن مدحت حسين الشحات، مع اني زملكاوي، بس الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، واتمنى واتمنى للنادي الزمالك الفوز بالدرع الدوري العام الموسم القادم من منوف. ايه؟ بمسي عليك، احلى مسي يا محمد. ابو ماليك، شحات مين؟ ده احنا اللي شحاتين. واحدة بقى يا شلبوكا، برافو عليك يا أبو بلك. محمد أليو ديانج، محمد نور شعبان، حسين الشحات، ودي كانت آخر تويتة معاه. مع الكباتن الكبار، ولكن بعد الفاصل. ارحب بضيوفي الكبار، كابتن مصر طبعا والنادي الاهلي، والمدير الفني الحالي لفريق الحاله البحريني،
كابتن ياسر رضوان. مساء النور يا ابو كباتن. مساء النور يا كابتن. اهلا وسهلا. مبسوط ان انا مع حضرتك. انا كمان طبعا، ربنا يخليك. وطبعا المدير الفني الاسبق لنادي سيراميكا وكان مسيره ناجحه للغايه الحقيقه كابتن هيثم شعبان. مساء النور يا ابو كباتن. مساء النور يا كابتن مدحت، مبسوط كتير ان حضرتك النهارده ومع كابتن ياسر رضوان. يا مرحبا، اهلا وسهلا. اكيد حوارنا هيبقى على لقاء القمه بتاع النهارده. وبما ان انت نجم الاهلي نبدا معاك كابتن ياسر. رايك النهارده في اداء النادي الاهلي وفي التشكيل، خاصه غياب مروان عطيه اللي كان دايما كولر بيعتمد عليه اعتماد كبير. تمام. هو طبعا مبدئيا كابتن البقاء لله في والد مروان عطيه رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. مفيش شك ان هو لاعب مؤثر جدا. ينفع يبقى بلاي ميكر وينفع يلعب مركز ستة. بيأدي المركز ستة بشكل اكثر من رائع. ستة عشان لسه ما فهمها ديفندر، اللي هو الديفندر. لكن هو ديفندر بشكل بلاي ميكر. بلاي ميكر يعني بيقدر يوصل الكره صح، موزع الكره كويس. غير كده بيتواجد في الاماكن اللي المفروض يبقى متواجد فيها والكره مش معاه، مش مع الفرقه بتاعته، مع النادي الاهلي مثلا او مع الخصم. نعم. التشكيل مش ما فيهوش تغيير كتير. يمكن هو طبعا القفشه اللي بدا بقى له فتره ما كانش بيبدا، بدا النهارده. صحيح. وعندنا برضو فخري، يمكن هو كان بيقربه الفتره اللي فاتت، لعب الماتشات الاخيره بس كان تغيير. يعني لحد ما هو تشكيل النادي الاهلي دايما بيبقى ثابت، الاربعه اللي ورا هم موجودين زي ما هم. نعم. الثلاثه اللي قدام برضو بيرستا وحسين وكهربا موجودين. اعتقد ان هو راجل برضو عمل حاجه كويسه يا كابتن الفتره اللي فاتت. هو مفيش لعيب واخد الامان يعني. ممكن في اي وقت يقعد اي لعيب. وعمل عمليه التدوير دي بشكل كويس وقدر يستفيد من كل عنصر موجود في الفرقه لمصلحه الفريق. وده موضوع محفز، مساله ان مفيش حد مطمن على مكان. اكيد يا كابتن طبعا في منافسه شرسه مع على مين يبدا المباراه، ودي حاجه محترمه. لكن بالنسبه للاداء، لو احنا اتكلمنا في اداء النادي الاهلي النهارده، لا الاداء انا مش مبسوط منه. الاجوان ممتعه لكن الاداء داخل الملعب يمكن نادي الزمالك هو اللي سهل المباراه للنادي الاهلي. طيب نروح للكابتن هيثم وناخد من الكابتن ياسر. بيقول النادي الزمالك هو اللي سهل للنادي الاهلي. اداء النادي الاهلي اختلف في الشوط الاول عنه في الشوط الثاني؟ بطبيعه حال اللاعب المصري طمن النتيجة وبالتالي تراجع أداؤه بشكل كبير جدا في الشوط الثاني. لكن الشوط الأول بالتحديد يعني أوسيريو هو اللي ساعد نادي الزمالك النادي الأهلي بشكل كبير جدا على أن هو يلعب المباراة بالشكل دوت خصوصا الشوط الأولاني. ولكن لما نيجي نبص على أوسيريو مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، هو كان بيلعب بالشكل المندفع ده طول الوقت، ويمكن الفرق اللي كان بيقابلها ما كانش قادر تستثمر الكلام ده بشكل كويس. النهاردة هو بيلعب فريق كبير زي النادي الأهلي، ما ينفعش يلعب بالشكل اللي لعب بيه ده طول الوقت، خصوصا مع فرقه زي فرقه النادي الاهلي. ايه اخطاء التشكيل يا كابتن من وجهه نظرك؟ هو عنده يعني شقين، شق خاص بالتشكيل وشق خاص بالطريقه. هو اوسيريو بيشتغل بطريقه 3-2-3-2. الطريقه دي طريقه قديمه من السبعينات كده اوائل الثمانينات، واستحدثت خلال الفتره الاخيره، واللي استحدثها هو جوارديولا عشان كان عنده مشاكل دفاعيه في مساله التحولات، وبدا يستحدثها بشكل كبير، ويمكن بدات تنتشر على مستوى العالم بشكل كبير جدا دلوقتي. أوسيريو حاول يطبق الكلام دوت في مصر هنا عن طريق نادي الزمالك، ودي فرقه يعني فكره ناجحه جدا مع فرقه كبيره زي فرقه نادي الزمالك. ولكن النهارده خانوا التوفيق في مساله العناصر اللي تخدم الفرقه. الفتره الاخيره كان ناجح فيها بشكل كبير جدا، لان كان بيحط دايما جنب فتوح واحد بمواصفات دفاعيه زي رؤى او السيسي، هو ورؤى في نص الملعب. نعم. في 3-2 الاثنين اللي قدام الثلاثه. او دونجا بس دونجا يمكن عشان مصاب فهو بعيد بقاله فتره. لكن هو دايما كان بيعتمد على حد يكون ليه مواصفات دفاعيه اكتر في الاثنين اللي قدام الثلاثه. نعم. وبالتالي كانت بتنجح له الطريقه دي بشكل كويس جدا. النهارده هو اعتمد في الطريقه دي على عناصر كتير ما بتدافعش، زي فتوح، زيزو، شيكابالا، وبعد كده قدامهم الجزيري ونضاي وحاتم سكر ونيمار في الشمال وفي اليمين. نعم. المجموعه العناصر اللي موجوده في ارضيه الملعب ما تلاقيش حد فيهم بمواصفات دفاعيه كتير. كان دايما حتى لما تيجي تبص على المباراه وهو اثناء المباراه وهي شغاله، كان دايما فتوح بيشاور على ان هو بيلعب لوحده في نص الملعب في عمق الملعب. كل الهجمات اللي عملها النادي الاهلي كانت في موقف دايما 4 على 4 4 على 3. اي باص طولي في عمق الملعب بيضرب على الاقل 5 لعيبه في نادي الزمالك. نعم. فطبعا كان عدد الفرص اللي كانت اتيحت للنادي الاهلي في الشوط الاول كانت عدد فرص كبير.
لكن الميزه بقى اللي كانت موجوده في النادي الاهلي اللي ما كانتش موجوده في بعض الفرق اللي كان بيلعب بيها الزمالك او بيواجهها الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، ان الاهلي عنده عناصر تقدر تخلص من الفرص دي. وخدمهم قوي في الجيم ان هم جابوا جول بدري في في في, في الدقيقه ونص الاولى. صحيح. فطبعا بقت خلاص بقى عندهم ثقه ان اي فرصه ممكن تجي لهم يقدروا يسجلوا منها. طيب يعني خليني اقول لك كابتن ياسر، زيزو وفتوح، هل انت شايف من وجهه نظرك وانت كنت لعيب دولي كبير وحاجه جميله جدا يعني في منتخب مصر، انت كنت بتلعب باك رايت، النهارده فتوح وفقا للي احنا شفناه بيلعب في وسط الملعب، هل انت شايف انه امكانيات فتوح تؤهله انه يلعب في المكان ده او الافضل له ده؟ وايضا فيما يتعلق بزيزو بيلعب يعني شفناه في على ال 18 بتاعت الزمالك وبعيد عن منطقه الهجوم اللي قدامه بيلعب ناحيه اليمين، رايك ايه؟ انا رايي ان هو خسر جزء اللعيبه النهارده، لما لعبوا في نص الملعب فتوح وزيزو، اول حاجه ان فتوح صح هو لعيب كوره كويس وكرة بتطلع سليمه من رجله، لكن بيستفيد منه ناحيه الشمال في الباك ليفت افضل. عنده المقاومات، عنده القوه والسرعه، وعنده ان هو بيقدر يعمل كروس كويس لما بيوصل. فانا خسرت جبهه كامله وخسرت واحد في نص الملعب بوجوده النهارده في نص الملعب. بالنسبه لزيزو برضو نفس الكلام، راجل هو بيلعب جناح يمين او شمال وبيأدي بشكل كويس جدا، ومع المنتخب بيلعب بنفس الشكل وبيظهر بمستوى عالي جدا. النهارده برضو انا خسرت زيزو في نص الملعب، ان هو ما كانش متواجد خالص، لدرجه زي ما الكابتن بيقول ان هم كابتن هيثم قال ان مفيش حد بمواصفات ديفندر اللي هو يقطع. مفيش في الشوط الاول، مفيش فعلا في كوره من الكور في الشوط الاول. بص على فرقه نادي الزمالك المدافعين خمسه والاحمر سبعه لعيبه، سبعه على خمسه. فده اكبر دليل ان نادي الزمالك النهارده كان في انشقاق، ما كانش في نص ملعب، كان في ناس بتهاجم الكوره ما بتوصل لهمش، وفي ناس بس واقفه ورا تدافع. اللي هم الاربعه الاساسيين اللي هم بتوع خط الظهر. لا هو طبعا اخطا بشكل كبير جدا في كمان كابتن ياسر، اضيف لحضرتك في الجزئيه دي كمان ان يعني مساله الاستخلاص او اوضحها اكتر، مساله الاستخلاص لفرقه الزمالك في الشوط الاول كانت تقريبا منعدمه تماما. الشوط الثاني لما نزل روقة ونزل السيسي، معدلات استخلاص الكوره للاعيبه الزمالك بقت اكتر كتير. صحيح. مساله الضغط والاستخلاص طبعًا كانت تقريبا معدومه تماما الشوط الاولاني. صحيح. لان ما عندهمش العناصر اللي كانت موجوده في ارض الملعب في الشوط الاول، ما كانش عندها قدره على ان هي تستخلص الكوره، وعندهم المقومات الدفاعيه حتى في التمركز. وقفتهم حتى وتمركزهم في ارضيه الملعب فيما يخص الاماكن اللي لازم يبقى متواجد فيها عشان يقفل المساحات ويقفل زوايا التمرير بشكل مظبوط، ما كانتش كمان موجوده. لا، وصل نسبه الاستحواذ 64% مقابل 36 للزمالك. ده معناها فعلا زي ما حضرتك بتقول انه ما كانوش ماسكين كوره على ارضيه الملعب. مظبوط. طيب كابتن هيثم، البعض يتحدث انه شيكابالا يجب ان يبدا المباراه، بعض الاخر يتحدث انه لابد من يعني ابقائه ورقه رابحه جدا في الشوط الثاني او في جزء من الشوط الثاني. انت راجل مدير فني كبير واشتغلت في الدوري الممتاز سنوات وحققت نجاحات كبيره، رايك؟ الحقيقه شيكابالا لعيب بيتمتع بقدرات فريده في وسط اللعيبه الموجوده في الدوري المصري. طبقا واحتياجات الفريق في المباراه والعناصر المتاحه بالنسبه لي كمدرب، وبختار العناصر اللي تخدم لي المباراه، انا ممكن اكون برسم سيناريو ومقسم وراه ان انا عايز اخلص المباراه في الشوط الثاني، اذا هستخدم العناصر المميزه في الشوط الثاني. ممكن عايز اخلص الماتش في الشوط الاول وبعد كده ابدا احافظ في الشوط الثاني، واعتقد اوسيريو كان بيفكر بالشكل ده. هو كان بيبدا بادئ المباراه بقوه ضربه وسايب كل الاوراق الدفاعيه في الشوط الثاني، على اعتبار انه ممكن يضرب ضربته في البدايه ويتقدم ويبدا يدافع في الشوط الثاني. لكن اعتقد هو تصوره كان كده، او هو كان راسم السيناريو بالشكل ده. شيكابالا يلعب في اي وقت، بس امتى السيناريو اللي يخدم او اللي شيكابالا يقدر يخدم التيم فيه. طيب تتفق يا كابتن ياسر ولا ليك وجهه نظر اخرى، خاصه ان شيكابالا في مباريات بالحجم ده ما بيطلعش كل امكانياته مع بدايات المباريات، لانه الفريق الاخر بيبقى في كامل قوته ولياقته البدنيه. شوف يا كابتن، دي سنه الحياه في الكوره يعني. هو وصل لسن معين. سنه كام دلوقتي شيكابالا؟ حاجه و30 بس. لا ما حاجه و30 ده اكيد يعني. مش عارف بقى كام و30 بصراحه. اعتقد 35. 35 كده يعني اعتقد. شيكابالا في كل الماتشات اللي ضد النادي الاهلي نزل فيها كان بيحرز هدف او بيغير شكل المباراه. صحيح. لما بينزل مفيش شك ان هو من زي ما الكابتن هيثم قال، يعني عنده حاجات مش موجوده عند اللعيبه دي حقيقه.
غير الصفات الاراديه اللي عنده ان هو دايما عايز برضه يكسب وعايز يبقى كويس، ودي حاجه كويسه نحترمها فيه يعني. هو 37 سنه ممكن الفريق ممكن الفريق ما يكونش مساعده، لكن هو من جواه نفسه يعمل احسن حاجه. فانا شايف ان هو نزوله بيبقى افضل من ان هو يبدا المباراه. نزوله في الشوط الثاني، في الشوط الثاني، في الشوط الثاني. ممكن يا كابتن برضه يعني الجزئيه دي خاصه بشيكابالا، ممكن النهارده عدم ظهوره بالشكل اللي جماهير الزمالك كلها مستنياه اساسها بغض النظر عن بدايته في المباراه او ان هو ينزل كبديل، توظيفه في جوهره الملعب ان هو ما بيلعبش في مركزه. النهارده شيكابالا عشان تاخد منه احسن حاجه، لسه النهارده حضرتك كابتن ياسر بيتكلم في بدايه الجيم في بدايه الحلقه ان هو كان بيتكلم عن ان الكولر قدر يطلع من اللعيبه افضل حاجه عنده. صحيح. النهارده ممكن اسيريو ما قدرش يستخدم العناصر اللي عنده، فعشان كده ما بيطلعوش احسن حاجه عندهم في المباراه زي دي. عشان كده شيكابالا ممكن الحاجه المؤثره اللي خلتنا ما شفناهوش باحسن حاله ليه ممكن توظيفه جوهره الملعب والمركز اللي هو اشتغل فيه النهارده. تمام. ماذا عن النهارده بيرستاو؟ وهل قدم كل ما يتوقع منه جمهور النادي الاهلي؟ ثم مقارنه فيما يتعلق بخط هجوم النادي الاهلي ما بين محمد شريف وما بين كهربا، نتحدث ولكن بعد الفاصل. طيب قبل ما اعرض على حضراتكم لقطه الهدف الرابع، انها لقطه مثيره للحوار يعني. شريف وكهربا، احيانا بيبدا بكهربا احيانا بيبدا بشريف، وجهه نظر كولر ايه في ده وفي ده؟ شايف في ده ايه وشايف في ده ايه من وجهه نظرك؟ انا شايف ان هو لما بيبدا بكهربا بيبقى مطلوب منه حاجات معينه. كهربا مميز جدا جوه ال 18. ايوه. بيقدر يخلص، عنده سرعات كويسه. ساعات بيحتاجوا ان هو بينزل يسند عليه عشان حسين وبيرستاو يخشوا ال 18 ويبقى عندهم فرصه ان هم يسجلوا هدف. يمكن شريف هو مميز في المساحات اكتر من كهربا. مزبوط. يعني هو محتاج مساحات اكبر. مزبوط. عشان يقدر يتحرك فيها بحريه. فده الفرق ما بين، اعتقد ان ده الفرق ما بين الاثنين. لكن كهربا فيه مساحات صغيره، هو عنده الستارت اسرع. اسرع في الحاجات في المساحات الصغيره. لكن ممتاز. شريف في المساحات الكبيره. المساحات الكبيره. شادي حسين اتظلم في الاهلي، انت دربته سنين. شادي حسين يعني اتظلم في التوصيف او التوظيف. يعني شادي حسين لو كان اتوظف بشكل افضل من كده في النادي الاهلي كان قدروا يستفادوا بيه بشكل افضل من كده كتير. يعني انا شايف ان شادي حسين، فكره ان هم خدوا شادي حسين من سيراميكا كليوباترا على اعتبار ان هو راجل سترايكر صريح رقم 9 صريح، دي الفكره اللي ظلمته. كان لازم لو تابعوا واتفرجوا على ماتشات سيراميكا كليوباترا بشكل كويس اعتقد كان قدروا يوظفوه كجناح شمال او جناح يمين. وساعتها كان يقدروا يستفادوا بشير حسين بشكل افضل من كده كتير. افضل من كده؟ لا كتير كتير. يعني وعموما راح زيد اكيد انت عارف طبعا. عندي معلومه. طيب كويس قوي. هوريكم لقطه الهدف الرابع، وهتعد يا كابتن ياسر معانا كم نقله، وتعلق لنا يا كابتن هيثم يعني ازاي الزمالك ما كانش بيضغط، لان هنشوف عدد نقلات. تورينا كده يا احمد عدد نقلات كبير قوي بالنسبه لنادي الزمالك. اتفضل عد لنا يا كابتن ياسر. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16 17 18. الجول كيف هذا يا كابتن هيثم؟ لا مشكله كبيره جدا. اولا نادي الزمالك ما كانش كومباكت، والمسافات اللي ما بينهم ما كانتش مظبوطه سواء على المستوى الطولي او العرض. قدر النادي الاهلي ان هو يسحبهم في نص ملعبهم، فخرج خمس لعيبه من نص ملعب نادي الزمالك دخلهم نص ملعبه وعمل تمريرتين ثلاثه
طوليين ضربوا بيهم الخمس لعيبه دول خرجوهم بره اللعبه خالص وبداوا يهاجموا على خمس لعيبه فقط لغايه ما وصلوا لجوه البوكس ان في اربع لعيبه بس من نادي الزمالك. كل ده من خلال ان نادي الزمالك ما كانش كومباكت بشكل مظبوط. الخروج حتى عشان يعمل الضغط ما كانش كومباكت، كان اربع خمس لعيبه هم اللي خرجوا بس، والاربعه الخمسه التانيين فضلوا في نص ملعبهم. مساحه الضغط كبرت جدا جدا، ودي سهلت على النادي الاهلي ان هو يوصل للجول لان بقى في مساحات كبيره جدا سواء على المستوى الطولي او العرضي لغايه ما وصل ان هم يسجلوا جول. اخيرا احلى هدف عجبك النهارده يا كابتن ياسر؟ الهدف الثاني. الهدف الثاني وريه لنا بقى. الهدف الثاني كان هدف جميل. ايه اللي عجبك فيه؟ استلام حسين ودخول جوه الملعب، وازاي كهربا فضلوا المساحه اللي في العمق، ان هو بحيث ان هو جاي خلاص هو مشي في اتجاه العكسي عشان يفضل المنطقه بتاعت ال 18 منطقه التصويب، وحسين يعني شاط بشكل اكثر من رائع بصراحه. هدف يعني جميل. الهدف جميل، هدف حلوه جدا. مش حسين الشحات بقى، حسين المليونير. صح صح. ايوه حسين زي ما حضرتك قلت. ايوه هو شحات ايه بقى؟ انا كنت بقول لك احنا شحات. هدف حلو فعلا. طيب الآن بقى معانا اتنين معلوماتهم يعني بتدلدق وهم ماشيين. حاجة يا كابتن، انتوا كسبوني النهارده، كسبوني النهارده عشان بنتي مش هتدخلني البيت لو ما كسبتش. قاعدة تتفرج عليك. هنلم المعلومات من وراهم ولكن بعد الفاصل. عارفين هم قواعد اللعبة؟ جاهزين يا كباتن؟ يلا السؤال الأول. اتفضل. هتيجي النهارده؟ جاش. ابتسامة. يس. برافو عليك. فض على مهلك على الباص. لحسن يبوس. محمد الموجي. من مين هم يعني مثلا نجاح الموجي؟ برافو عليك. مبروك يا أبو كباتن. برافو عليك. طيب. بداية لعبت كم مباراة يا كابتن ياسر؟ هنا يعني؟ مرة واحدة قبل كده. كان قدام؟ أكرم. كابتن أكرم. عبد المجيد. مين كسب؟ أكرم هو اللي كسب. ضرب ال 200 جنيه. وأنت يا كابتن هيثم؟ برضه مباراة واحدة؟ مرة واحدة. قدام الكابتن أحمد ناجي. لا أنا كسبته اكتساح بقى، معلش يا كابتن أحمد بقى. كسبت كتير. معلش يا كابتن أحمد بقى. طيب. يعني هنا امامك فرصه تحرز هدف وتبقى 1-1 او تتفوق وتبقى 2 لا شيء. انت الماستر بتاع الناس. ريكورد. مباشره السؤال الاول. اين يقع مقر اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ تفضل. لوزيان. لوزان. 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 برافو عليك. لوزان دي صعبة قوي. لكن جبت لوزيان دي منين؟ سويسرا. سويسرا. سويسرا صح. همشيها. اوكي يا جنب المانيا، انت لعبت في المانيا. انت لعبت في المانيا على حدود 6 سنين. 6 سنين ده جنبك على طول. لكن رحت لا ما رحتش لوزان. ما رحتش. اوكي. بين 1-0. اللي بعد. ده رياضة هوكي التزلج، وبالمناسبة بوتين بتاع روسيا بيلعب هوكي التزلج وجبار فيه فعلا. جبار. السؤال، كم عدد فريق هوكي التزلج؟ لا بتتكلم جد. اتفضل. التربية الرياضية. التربية الرياضية. اوكي. اتفضل. ستة. ستة. برافو عليك. لا بس انا كده بعترض يا كابتن. ليه بقى؟ كل مرة تجيبوني مع واحد بتاع تربية رياضية. طب هو السؤال الرياضة الوحيد. وانت اخدت واحد رياضة واخد واحد رياضة، الراجل كان عارف مقر اللجنة بس انت كان ايدك اسرع. بقينا 1-1. اللي بعد. كان في الوقت ده بيسموا القطر وابور. وفي قول اخر بابور. ايوه بابور صح. صح. يقول لك هناخد البابور ونطلع على كده يعني. طيب. من الذي اخترع القطار؟ ادي 3 اختيارات. هل هو جورج ستيفنسون؟ ستيفنسون دي هتبقى ثابته معانا، اوكي؟ ماشي. هل هو جورج ستيفنسون ولا مايكل ستيفنسون ولا لورد ستيفنسون؟ يبقى جورج ولا مايكل ولا لورد؟ اي حد يدوس، اي حد يدوس. دوس يا كابتن ياسر انت المره دي. جورج ولا مايكل ولا لورد؟ لورد. لورد.
باعتبار ان بريطانيا هي بلد اللوردات. ده مش مظبوط. يتبقى جورج ستيفنسون ومايكل ستيفنسون. جورج ولا مايكل؟ اعتقد مايكل. تعتقد مايكل؟ ده مش مظبوط. وهيشيل النقطه اللي عند الكابتن، هيبقى واحد لا شيء، هو جورج ستيفنسون. انا عايز اقول طبعا الاسئله دي انت وبختك يا ابو بكيت، لان انا شخصيا لما اتعرضت عليا هشاور على اي حاجه وانا وحظي يعني. اوكي، بين واحد لا شيء اللي بعد. رشدي كان جميل. رشدي والعزبي دول كانوا حته ثانيه طبعا قوي. طيب، ما هو بيتكلم صياد، اوكي، ماذا يطلق على صوت السمكه؟ يعني الاسد زئير، القطه مواه، الكلب نباح، السمكه. هل يطلق على صوت السمكه، خلي بالكم، رقططه ولا بكبكه ولا طقطقه؟ تاني، رقططه بالره ولا بكبكه بالبه ولا طقطقه بالط؟ دوس انت المره دي يا ابو الكبات، انت وحظك. رقططه بكبكه طقطقه. اتفضل. طقطقه طقطقه. برافو عليك. شفت بقى طقطقت بقى طقطقت. واحد واحد اللي بعد. كم عدد اوتار الجيتار الكلاسيكي؟ هل 6 اوتار، 7 اوتار، 8 اوتار؟ فضل. 8. 8 اوتار. ده مش مظبوط. يتبقى 6 و7. جاوبت صح، انت عندك 1، هيبقوا 2. جاوبت غلط هسحب الواحد. فاضل لك 6 اوتار و7 اوتار. فضل. دوس. فضل. 7 اوتار. 7 اوتار. ده مش مظبوط. ده مش مظبوط. حتى فردي، ولو انه فردي صح، لان العود 5 اوتار، ممكن كانت تبقى فردي فعلا، لكن هو 6 اوتار الجيتار الكلاسيكي. بقينا كده لا شيء 1. اللي بعد. هو على فكره نتيجه لا شيء الكل. لا شيء الكل. طبعا الكابتن هيثم هو اللي عدل لي يعني بشرف الاداء يعني. بقينا، ما انت جاوبت طقطقه يا كابتن، خدت درجه. ما انا اتسحبت مني هنا السؤال اللي فات. لا، بعد ما اتسحبت اخدت درجه. اها، اخدت طقطقه. يعني ما كنترول مصحصح. يعني لما ادوس لما ادوس عادي تاخد الدرجه، لكن لما ادوس واقول غلط واجاوب غلط، لو فاضل اختيارين بس يتخصم منك، لكن لو 3 مفيش خصم. انا كده 1-0 الخصم على الاثنين. شفت بس حاجه جميله، حاجه جميله. لو هو قال ما قال شيء، اما كابتن قال طبعا 0-0 على طول على طول. طيب، هنا طبعا سؤال صعب شويه، احنا بيتكلم على الفلوس هنا. ما هي العمله الرسميه في اوكرانيا، باعتبار ان العالم كله دلوقتي بيتكلم على اوكرانيا؟ يعني العمله الرسميه في اوكرانيا، هل هي، حدش فيكم راح اوكرانيا؟ لا ما رحتش. لا. اوكي، هل هي الهرفينيا ولا النرفينيا ولا السيرفينيا؟ تاني، هل هي باله هرفينيا ولا بالنون نرفينيا ولا بالسين سيرفينيا؟ يبقى ه ولا نون ولا سين؟ دوس انت بقى، دوس. اتفضل. هرفينيا، نرفينيا، سيرفينيا. 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 اها، ده مش مظبوط. النهارده خلي بالك بقى كلها. عشان الاربعه تبقى ناقص 1. يتبقى هرفينيا ونرفينيا. باله ولا بالنون؟ هرفينيا ونرفينيا. دوس. اتفضل. هرفينيا. هرفينيا. برافو عليك. برافو عليك. بقينا 1-1. واحد اللي بعد. عارفها طبعا، ها، من غير معاد. اوكي، طبعا احنا جينا مع عبد الحليم لانه الله يرحمه توفى اثر مرض البلهارس، كلنا عارفين. اوكي، السؤال، تيودور بلهارس هو مكتشف مرض البلهارسيا. تيودور بلهارس، فما هي جنسيته؟ تيودور بلهارس هو مكتشف مرض البلهارسيا. بالمناسبه تيودور بلهارس ده طبيب في مكان ما، هي جنسيته يعني، جه مصر هنا بعد ما تلاحظ وفاة عدد كبير من المصريين، والكلام ده كان سنة 1850. جاب مجموعة جثث وحلل، لقى ان هناك دودة،
هي اسمها دوده سموها بالهارسيا، دوده بالهارسيا نسبه الى تيودور بالهارس، وجدها في الدم او في المثانه او في الكبد، وبدا يطلع طبعا العلاج بتاع البلهارسيا. السؤال، تيودور بالهارس مكتشف البلهارسيا، ما هي جنسيته؟ هل الاسئله صعبه قوي النهارده يا كابتن. صعبه جدا أوه. ما هو كل الاسئله خلي بالك بنخبط احنا حظنا. هل تيودور بالهارس انجليزي الماني فرنسي؟ اي حد يدوس. تفضل. انجليزي الماني فرنسي. انجليزي. انجليزي، انت خدها من نطق تيودور بالهارس. ده مش مظبوط. انت بتقولها وانت متحفظ. لا انا بعمل خير للكابتن هيثم عشان يتخصم منه درجه. هنا بقى تيودور بالهارس جاوبت صح درجه، جاوبت غلط هسحب ايه؟ تمام. الدرجه. تمام. هل هو قال الكابتن ياسر انجليزي. تمام. فاضل لك الماني وفرنسي. تيودور بالهارس، اتفضل. تيودور بالهارس اعتقد الماني، لان تيودور المفروض تبقى انت اللي تجاوب بسرعه. اعتقد الماني. الماني دوس الاول وبعدين جاوب، اتفضل. تيودور بالهارس. اتفضل. الماني. الماني. برافو عليك. وانت تجاوب انت لقيت في المانيا تيودور، ده ليها بقينا كده سمعتها كتير. واحد اتنين. السؤال، لا لسه ما رحناش الاغنيه، اتفضل. بعد حد قال فيكم مبدئيا اللغه دي ايه؟ ارجنتين. دي اي ارجنتين. صحيح. السؤال، ما هي اللغه الرسميه للارجنتين اللي انت سمعتوها دي؟ هل هي اللغه البرتغاليه ولا الفرنسيه ولا الاسبانيه؟ تفضل. البرتغاليه. البرتغاليه. ده مش مظبوط. ايه يا كابتن بس اعمل ايه بس؟ هغير لغه البلد. هل هي الفرنسيه ولا الاسبانيه؟ اسبانيه. دوس. تفضل. اسبانيه. الاسبانيه. مستحيل تكون فرنسيه يا كابتن. برافو عليك. بقينا كده واحد ثلاثة. اللي جاي أغنية جايبينها بقى بمناسبة الصيف والأجواء العالية دي وفيروز، اللي يعرف الكلمة اللي احنا مسكتينها أثناء الأغنية يحجز. واضح يا كابتن ياسر؟ تمام. واضح يا كابتن هيثم؟ تمام. يلا يا كابتن هيثم داس، اتفضل. يا دنيا هنية. يا دنيا هنية. هنية. هني. سمعنا مالكش انت في فيروز؟ لا. ده صوت ملائكي. صوت جاي من السماء. من السماء. بقينا واحد أربعة. اللي جاي في قوة الملاحظة، هعرض لكم لقطة من مباراة النهاردة وتحديدا الهدف اللي انت اخترته، الهدف الثاني. ركز قوي عشان عليه سؤال. يلا يا قاضي. جمهور الاهلي، العب يا اهلي، العب يا اهلي. حسين شحات ماشي ماشي ماشي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك. ده انت مش شحات، ده انت مليونير يا راجل. شحات مين ده؟ احنا اللي شحاتين. حلوه 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 حلوه. يا نهار ابيض عليك، تستاهل يا ابني عقدك دهب، تستاهل عقدك دهب. اقعد وحط رجل على رجل وتفاوض. يا عيني عليك يا لعيب. حسين الشحات يقتل المباراة حتى هذه اللحظة في الدقيقة 35، الهدف الثاني للنادي الأهلي، والاتنين في المقص، مقص هنا ومقص هنا. يا نهار أبيض. حلو. عايز إيه يا كولر؟ أنت بتعمل إيه يا كولر؟ بتكتب إيه يا سوريو؟ اللي ذاكر ذاكر يا ابني. لكن حلو. إيه ده؟ إيه ده؟ يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. جميلة جمال بمنتهى القوة. اتأخر عبد الغني واتأخر حاتم سكر وحطها في المقص. روعة 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 روعة. اتنين لا شيء. جاهزين بايديكو؟ تمام. ايوه. وحسين الشحات بيشوط ضربت في لاعب من الزمالك. مين هو؟ اتفضل. عبد الغني. ده مش مظبوط. في حسام. حسام عبد المجيد. برافو عليك. برافو عليك. وريها لنا يا قاضي. اللي قبله حسام عبد الغني اعتقد. اللي قبله عبد الغني. حسام عبد المجيد. لمست حسام بس انا بقول اللي قبله عبد الغني عشان كده. اللي قبله اقول اللي خبطت فيه. اللي خبط اهي. بص كويس عليه. ايوه صح. بص انا قلت هنا عشان دي. كان هو اللي راح قبل الاول. عشان هو راح الاول. بالظبط بالظبط. اذن خلاص. هننام تحت السرير برضه النهارده. بنتك ها؟ اسمها ايه؟ ساندرا. ساندرا. معلش يا ساندرا يا حبيبتي ما تزعليش، ماتشي كان صعب شويه وكله بيضرب. لا كله بيضرب.
فاز كابتن هيثم شعبان على كابتن ياسر رضوان. احنا نتيجتنا كام؟ 4-1 4-2 اه طبعا 4-1 كده 4-1 كده كده مرتين يعني 4-4 انا متاثر. احد شلبي كام يا جماعه التاريخ؟ 13 اوكي 13/7/2023 ميلاديا. مبروك يا ابو الكبات. الله يبارك فيك يا كابتن. مبروك يا كابتن هيثم. اي خدمه كابتن ياسر حبيبي. كابتن ياسر شرفت ونورت. شرفتني يا كابتن ربنا يخليك. شكرا جزيلا. كابتن هيثم شرفت ونورت. حبيبي يا كابتن مدحت. شكرا جزيلا. صدرك تمام. شوف حضراتكم بمشيئه الرحمن الثلاثاء القادم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.